نشكر الإدارة الجديدة على تنظيم هذه الدورة، ونتمنى لهم التوفيق، ونشكرهم على التنظيم الذي أراه ممتاز أو جدا جدا ممتاز. أما توقعي عن الفريق الفائز هو فريق أيمن الربيع، فريق ياسر الربيع بقيادة اللاعب أيمن الربيع. وفي النهاية نشكر جميع اللاعبين على مشاركتهم في هذه الدورة، ونتمنى لهم التوفيق. فريقنا فريق عارف محمد علي، المدير الفريق منصور، وأنا أتأمل لفريقنا شوي يعني نتيجة حلوة، وكنت مرشح فريق أحمد مدن، وفريق الثاني ما أنا متذكرنا. نتمنى هالدورات إن شاء الله كل 6 أشهر عشان يكون الاجتماع متواصل إن شاء الله، ونشكر المنظمين والكل مساهم. نشكر ملعب النابولي على هالفعالية، ونتمنى المزيد من هالفعاليات، وجمعون الشباب إن شاء الله على الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر منظمي هذه الدورة، وإن شاء الله البطولة إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا الحبيب محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من أهم أهداف هذه السباعيات هي أولا تخليد ذكرى المرحومين جواد وفائق وأيضا خليل رحمة الله عليهم أجمعين، بالإضافة إلى جمعة الشباب ولمهم مع بعض وإحياء الحالة الاجتماعية في القرية، الجانب الاجتماعي بالإضافة إلى تخليد الذكرى. نشكر إدارة النابولي لاحتضانها هذه السباعيات، ونتمنى تكرار هذه الفعاليات لتجمع الشباب وتجمع جميع فئات والأعمار. أول شيء أهني فريقنا، ما أدري وش اسمه، لكن أهني إحنا الفريق الأبيض غالبين المباراة الأولى، وإن شاء الله الكاس رافعينه رافعينه. بسم الله الرحمن الرحيم، فعالية طيبة نرجو أنها تستمر، والله يديم الجمعة على خير، والله يوفق من سواها، ويزاكم الله خير، إن شاء الله دوم على ألف ومحبة وموفقين جميعا إن شاء الله. طبعا نشكر إدارة بوابة النويدرات على تغطيتها الإعلامية المتميزة للدورة، ونشكر إدارة الملعب على تنظيم هذه الجمعة المباركة بحضور أطياف متعددة من القرية فيهم الأطفال والكبار والشباب، وجمعتنا على الخير، وإن شاء الله تستمر هذه السنة بعد سنة، وبحضور المعتقلين والأسرى وجميع الأحبة. نهني منظمين الدورة إن شاء الله، الله يوفق لهم في كل شيء إن شاء الله، وأهم شيء التجمع هاي الحلو الجماعة اللي جمعوها. السلام عليكم أصحاب النابولي، والله كنا نتمنى يعني أننا نشارك في هذه البطولة الجميلة ونكون من اللاعبين البارزين فيها، لكن الإصابة منعتنا، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إن شاء الله في الأيام الجاية نشارك في هالنوعية من هالبطولات إن شاء الله مع أصحاب القرية. والشكر الجزيل إلى أحمد مدن وإلى شباب النابولي على هذا الإعداد لهالنوعية من هالبطولات. هذه هي البطولات كما يعلم الكل بأنها تعمل على تقوية العلاقات والروابط الأخوية بين الجماعات والأفراد في هذه القرية العزيزة، فشكرا جزيلا مرة أخرى لإدارة نابولي على تنظيم هذه المسابقة، ووفق الله الجميع إن شاء الله. طبعا احنا غالبين 2-1، واتمنى هذه المباراة ما يصير تلعب بالنتائج. طبعا احنا مغلوبين في المبارتين لعبنا فيها، زين احمد مدن غلبنا، وبعدين منه غلبنا فريق وش اسمه مكي وملك العصفور ومحمود، زين قاصة علينا عاطينا 4 شيوه، ما يصير اكيد بنخسر، لكن اهم شيء انا سويت اللي علي يعني، ان شاء الله المره الجايه نغلب. إدارة النابولي على هذه الدوره الجميله، وفريقنا ان شاء الله موصل النهائي ماخذين البطوله ان شاء الله، وشكرا لكم على هذه البطوله الرائعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اشكر اداره نابولي على هذا المجهود الكبير، وللاسف مباراتين مغلوب وطلعونا. فريق عارف محمد علي لا زال متصدر المباراة الأولى 2-0، والمباراة الثانية 1-0، وقريب ينتهي الشوط ضد فريق أحمد مدن. نتمنى للفريقين النجاح والتوفيق. يقول بياخذ الأول، قلت له مستحيل، اكو هفيناهم الحين توه الناس، وايش رايك؟ توه الناس يا أبو جاسم، من ساعد أولاك لو شاطوا على الجول جول، توه الناس أبو جاسم، الوقت ما خلص، ننتظر المباراة تخلص والعبرة في النهاية.
احنا غالبين متأهلين للنهاية وبيسكت بعدين في النهاية. بنشوف. يلا توكل. يلا ان شاء الله هالمرة كلها انتصارات والكاس برتقالي. تحية رياضية لأبناء القرية لأبنائي. في هذا اليوم تشرفت بالحضور لأحضر توزيع الهدايا لدورة المرحومين ودورة الشباب المعتقلين أيضا. فبارك الله في الخطوات. أمامي الآن فريقين، طبعا إلى حد الآن لم تنتهي المباراة، كان بودي أن أحضر مسبقا لأنني اتصل إلي في الأونة الأخيرة في المدة الأخيرة لأحضر هذا التكريم. طبعا ذكرون الشباب بأيام زمان كانت هذه الأرض أو هذا الميدان، كنا أيضا نحن نلعب ونجد ونجتهد وكنا نتبارى ونفوز في معظم مع أبناء القرية. أملي كبير في الشباب وأن يتنافسون منافسة رياضية بعدا عن العداوة والخصمة والبغضاء. أتمنى للفريقين الموجودين أمامي الفوز للجميع، وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم وبارك الله في جهودكم إن شاء الله. والله لعب ممتاز، دورة جيدة، بس ما يعني الحظ مو يانا في الفوز، كله مغلوبين 2-2، لكن السنة الجاية إن شاء الله إذا كرمنا النعمر نغلبهم 2-2 إن شاء الله. نناشد إدارة النابولي، صار في فساد في الدورة وفي رشاوي صارت وطلعونا بالرشاوي، لازم تنعاد البطولة ونبتحقيق في الدورة، وهذا هو سبب الرشاوي، ونبى نقيل أحمد مدن من إدارة النابولي ونخلي رضا زيد بداله. نشكر القائمين على هذه الدورة ومشكورين، وإن شاء الله للنهائي إن شاء الله والكاس لنا إن شاء الله. المباراة النهائية بين فريق أيمن وفريق منصور، ونتمنى أيمن من عجل مهدي عيد وفريق منصور، ونتمنى لفريق منصور الفوز إن شاء الله، وكل سنة إن شاء الله نلعب دورة أو دورتين. ما عليه، طلعنا هالولد لكن ما عليه، إن شاء الله الجايات الله يكرم إن شاء الله اللي يلعب يا أحمد مدن يفوزه. أنا صراحة أشك فيه، هو علوه ليدور له لا ما له. بسم الله الرحمن الرحيم، من هنين لقائمين على الدورة النابولي وشكرا لهم جميعا. والله ودعنا الدوري أول ناس ورحنا حبيبي، لكن مهدي دبحني دباحنا أول إصابة، لكن هردك للجميع إن شاء الله، مبروك على الدورة، شكرا للجميع إن شاء الله. سلام عليكم. طبعا اليوم يوم الجمعة تاريخ 27/5/2016. طبعا نحن الآن في ملعب النابولي لتجمع السداسيات لمرحومي القرية. طبعا نشكر الإدارة على تنظيمها الرائع، ونشكر الجمهور على الحضور، وطبعا ده التجمع للقرية أولا زين، وثانيا للعب. أولا السباعيات واجد بطولة أو دورة حلوة، يعني نتمنى أن يسوونها في المستقبل القريب. ثاني شيء أنا بتكلم عن مبارتين اللي لعبناهم، الفريق اللي لعب ضدنا عميل أوكي، وكان في تحريض من برا الملعب أتوقع مرتشي بعد. أنا أقول حبيبي اللي ما في شد في الملعب يطلعها برا في الميكروفونات، هذا أنت بعد مرتشي ومرتشي، خليك حبيبي في الملعب وين لعبك حبيبي. يلا صراحه مؤامره من الحكام، صراحه انا اتفق انه مؤامره من الحكام، حكم بيودي اخوه نهائيه او رفيقه فاول على لزمن بيخليه يجيب جول غصبه، كوره طلعها منصور صالح حسبونها جوله وش الحاله. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر اداره ملعب النابولي على هالتجمع، ونشكر استاذ جعفر مال الله واحمد مدن وابو زينب رضا زيد على مشاركة جميع أهل القرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هاي مبادرة جيدة جدا من فريق نابولي، نشكر إدارتها على هذه المبادرة الطيبة اللي قدرت تلم فيها هذا الشباب، وجعلتنا في يوم جمعة فعلا يوم سعيد، الواحد ينسى هموم مثلا العمل
وهموم الحياة في هذا اليوم السعيد مع هذه الوجوه الطيبة يعني. فاحنا نشكر فريق نابولي وان شاء الله تكون في دورات بعد قادمة ان شاء الله. احسن ما في الدورة بعد اضافة احسن من ما في الدورة ان احمد مدن طلع. ليش؟ لانه دائما غشاش، دائما يطلب مسكين الفقير رضا زيد. رضا زيد على الاقل اذا مرينا عليه يعطينا باقي لنا خير، هذا ما يعطينا اللي يطلب فلوس، ما في اللي يطلب فلوس، ما ادري وديه هو يشتري العمارة الشيء ما عارفين. وابو هلال، وابو هلال يقول انا بغلب وطلع من اول دوري يعني ما في فايده فيه. زينه طبعا احنا نرحب هنا بالاستاذ ابو ياسر عبد الله ربيع، الله يطول ان شاء الله في عمره ويبقيه ان شاء الله. زين ونرحب في هذا الملعب اللي دائما يشاركنا افراحنا يعني، واهلا وسهلا فيه ومشكورين. وتحيه بعد للاعب فريقنا الازرق محمد ربيع. نشكر المنظمين على هي الدوره وعلى نجاحها، ونشكر ابو ياسر بوجوده هنا وحضوره. لو انا مغلوب بعد ما علي اقول، واهم شيء ان رضا زيد ما فاز وخسر، هذا اهم شيء. وجعفر مال الله ويا ايمن اهم شيء انهم خسروا وما فازوا. انا غالي بالتله طلعت يا حظي حبيبي ايمن. ايمن انا وشعورك وانت برد النهائي؟ انا متعود اوصل النهائي بس اليوم ما وصلنا. ما شعورك وانت طلعت برا؟ بس اهم شيء ان ايمن طلع برا وجعفر مال الله طلع برا ورضا زيد طلع مرة. اعتبر روح لو طلعت فايز. دورة ناجحة جدا بكل المقاييس والحمد لله رب العالمين. نتمنى من إدارة النابولي إعادة مثل هذه الفعاليات، فعالية ناجحة وملتقى جميل للأحبة، ونلقاكم إن شاء الله مو السنة الجاية، إن شاء الله تتكرر شهريا إذا ممكن. وهو صراحة يعني للأمانة فيه إشكال في القسمة، يعني فيه إجحاف لبعض الفرق لأن اعتمدوا على أستاذ جاسم وأحمد مدن، وهذلين في الملعب اللعب العادي ما توثق فيه ومو تعطيهم قسمة يقسمون. في خلل نرجو من إدارة النابولي ما تعطي هذا تشانس مرة ثانية يقسم، لأن ما منه فايدة. أستاذ جعفر من دون فاينل الخضراء ما منك فايدة. شكرا. أول شيء أشكر اللجنة المنظمة على الدورة، من ضمنها صادق، من ضمنها شاكر، كذلك ملعب النابولي، ما أنسى إدارة ملعب النابولي اللي سعى جاهد في تنظيم الدورة أولا، واللي ما يعني خلى فترة من الفترات لا سهلها. يعني أحمد دائما تشوفه متواجد في الملعب، متواجد ويانا، متواصل في الجوائز وفرها. فهي انطلاقة إن شاء الله الدورة، هي أول سنة، وإن شاء الله السنوات الجاية بعد تكون يعني متواصلة. إحنا هي تخليد لذكرى المرحومين، وتخليد لذكرى بعد الموقوفين اللي حطينا أسامي الدورة بأسمائهم. يعني إن شاء الله يكونوا قريبين ويانا إن شاء الله السنة الجاية، يكونوا مشاركين ويانا فيها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر صراحة إدارة الملعب على هاي السباعيات الجميلة، وللأسف يعني ما طلعنا الأول، جابوا على النقول آخر شيء، غلبونا المباراة النهائية، حصلنا فناجيل تستانس بهم الوالدة إن شاء الله. مشكورين.